في عينيك الليل يضحك والنهار إزميرالدا زالت العيد الحب وأنت في ضوء قلبي إزميرالدا حبيبتي إزميرالدا حبيبتي الحب يولد في عينيك إزميرالدا تتأملها عن بعد؟ أدريان كفاك حماقة أرجوك، اختر شابة من طبقتك الاجتماعية، فإذا لم تحبك قد تكون الصدمة أخف. غدا باكرا أصل رودولفو بينياريال. طيب ممتاز، إذا سوف نمهد له الطريق. Me estás llenando de amor poco a poquito como capullo que se hace. أهلا، تفضل بالجلوس. هل وصلتك رسالتي؟ رسالة؟ لا، لم أتلقى شيئا. أنا كتبت لك لتحضر إزميرالدا ونجري لها العملية الجراحية. لا، لم أتلقى شيئا. ما زلت في كازا جراندي؟ نعم، لكن بعد أيام قليلة أعود مع إزميرالدا. إذن لنحدد الموعد، أنا جاهز. لو سمحت أريدك أيضا في موضوع آخر. أبحث عن وظيفة في مستشفى أو في عيادة، هل ساعدتني في ذلك؟ المعذرة، ولكن أليس من الأفضل أن تفتح عيادة لك؟ بشهرتك ومعارفك سيتوافد زبائن حالا. حاليا لا أستطيع، هذا مكلف. أرجوك يا صديقي لا تقل لي إنك في ضائقة مالية. سأغادر المنزل ولن أعتمد على ثروة أبي. لماذا؟ إنها قصة طويلة ستعرفها لاحقا بالتفاصيل. لا أود اللجوء إلى معارف العائلة، لذا أطلب منك الآن المساعدة. خوسيه، أعدك بأن أهتم بالأمر هذا اليوم. يمكنك أن تعاونني غدا في جراحة، أحد معاوني مريض وستحل محله. طبعا، أعتمد علي. إذا أنتظرك في الساعة 7. موافق، أنا مستعجل وسأنصرف. أوكي. هذه هي الكنيسة، ربما تحبين الصلاة من وقت إلى آخر. المعذرة، هل أنت مؤمنة؟ نعم سيدتي، وأحب التردد إلى الكنيسة والتحدث إلى سيدتي غوادالوبي. جيد، إذن فيوم زفافك لن يكون زفافا مدنيا فقط، بل وأيضا دينيا. بكل تأكيد، أعتبر أن بركة الله مهمة. أشاطرك الرأي عزيزتي، فبعض الرجال يطلقون الوعود إذا حصلوا على ما يريدون من المرأة، يديرون لها ظهرهم ويتركونها.
لكن عزيزتي ما هذا التجاهل؟ هذا لن يكون وضعك. خوسيه أرماندو يعجز عن مثل هذا العمل. خدعني أفضل الموت. السيدة فاطمة اقترحت أن تعرف إزميرالدا على المنزل. هذه المرأة أنا لا أحبها. إنها امرأة أنانية وطموحة، ولكن لابد أنه يوجد في قلبها ذرة من النبل. وأمام قوة حب خوسيه أرماندو لإزميرالدا لا يسعها إلا أن تعدل. يا له من نهار رائع. الآن تلدع الشمس الصخرة بأشعتها، ويا ليتك ترينها. فرمين صديقي حفار القبور يكلمني دوما عن الشمس، عن القمر والنجوم. يا للطفي، اعذريني لحظة، سأطلب من خاسينتا أن تحضر لنا مشروبا. لا 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 لا، لا تقلقي، سأعود حالا وسأطلب من جراسيليتا أن ترافقنا. ربما الآنسة جراسيليتا تنزعج من حضوري. لا لا لا، هذا غير صحيح، ابنتي لا تحقد على أحد. سترين، سأعود. حالما تعود إزميرالدا ندخل غرفة الطعام. السيدة فاطمة وإزميرالدا كانتا في الخارج قرب غرفة القديس. أستأذن. إنها غرفة صغيرة قرب البركة، فيها تمثال للقديس فرانسيس الأسيسي. ولكن يا إلهي لقد أخذتنا كثيرا يا صغيرتي. ما الذي جرى ماما؟ كيف يعقل أن إزميرالدا وقعت في البركة؟ أنا تعثرت ووقعت والتوكاحلي، فتركت إزميرالدا وحدها لبعض الوقت فوقعت. دومينغا دومينغا دومينغا، هيا يا دومينغا، إنها تنادي تلك المرأة. اهدي إزميرالدا، سنأخذك إليها الآن. أي ساعديني ماما. لكن أنا وكيف أساعدك وكاحلي في هذه الحال صغيرتي؟ تريدينه أن يلتوي مجددا؟ ماذا حدث لك؟ هل ننسى الموضوع؟ سأنادي خاسينتا. لكن بدلي ملابسك اولا لانك قد تمرضين. اهدئي صغيرتي، اهدئي. انت بخير دومينغا؟ وسوف نقولك يا دومينغا. دومينغا لن اتاخر، دومينغا امل ان تعتني بها الان. اوتش، ايه صغيرتي، كفى كفى، لا ترتجفي، انت توترينني، اهدئي. في الواقع انت لن تصابي باي اذى، لكنك خفت كثيرا، كان حادثا بسيطا. دومينغا دومينغا كفى. نعم سيباستيان، سأعود بعد أيام إلى العاصمة مع إزميرالدا. إذن لقد تزوجتما في السر. اضطررنا لذلك، عرض أبي علاقتنا هذه معارضة شديدة. حتى الآن لا أصدق ذلك. فهمت الآن حاجة الملحة للعثور على شقة بسرعة؟ أظنك تبالغ يا صديقي. حتى لو كان دون رودولف معارضا كما ذكرت، لن تسمح لك أمك بالرحيل مطلقا. إن أمي طيبة وتحبني،
لكنها تكن لوالدي احتراما كبيرا، ولن تواجهه من أجلي أنا، ولا أقبل ذلك. حسنا إذن، كما تقول أيها الطبيب المغرم، أؤكد لك أن قبل رحيلك سأجد لك شقة مناسبة لتبدأ حياة سعيدة مع الشهيرة إزميرالدا. ليست الشهيرة إزميرالدا سيباستيان، إنها بكل بساطة السيدة بنياريال. إزميرالدا بنياريال، هذا سيصبح اسمها عندما تقترن بخوسي أرماندو. أهي للحياة، في النهاية ستحمل اسم العائلة الذي يحق لها به. يا إلهي ماذا جرى؟ إزميرالدا وقعت في البركة. ألم تكن والدتك معها؟ أمي لوات كاحلة، بقيت وحدها ودون أن تدرك وقعت في البركة. كان ذلك مريعاً، قلتني سأغرق. لحسن الحظ رأيتها وانتشلتها. نعم أنقذتني الأنسة، لو لم تصل إلي لكنت قد توفيت دومينجا. لا محلة. هيا تعالي تتغيرين ملابسك، قد يصيبك البرد. حسن أستأذن. أنسة أنسة، شكرا جزيلا، أشكرك مجددا، أدين لك بحياتي. شكرا. أنت تحرجين موقفي إزميرالدا. كان عجبا. كان يجب أن ترى كيف ارتجفت. لقد خفت من أن أخرق. مسكينة. لندخل غرفة الطعام، فاطمة وغرازيليتا تنتظراننا. تعالي دومينغا، تأتين؟ نعم نوافقنا حالا. تعلمين ما أطلب؟ أن يعطف قلب سيدة بلانكا على هذه الشابة، أن يحثها شعورها على مبادلتها الحب حتى لو جهلت الحقيقة. عندما أراهما معا وأفكر أنهما أم وابنتها، وأن أية منهما تعرف، ينفطر قلبي. إذن يجب عليك أن تخبريهما الحقيقة كلها، هذا واجبك. لا دومينغا، ليس الآن، فلننتظر. أخشى ما قد يحدث من أمور عندما يأتي دور رودولف. لو وجدها هنا. خوسي أرماندو سيعود قبله، ولكنني سعيدة بمجيئكما، لأنني استطعت أن أقنعك بالصمت، ولأن إزميرالدا قرب والدتها. أنا أيضاً إني مسرورة جداً، فإنها في مأمن من الدكتور مالافير، وهي محصنة من هذا المهووس. جمال الجسد ليس الأهم، هو يختفي مع الأوام ويزول مع الموت. دكتور أرجوك افتح الباب، لا يمكنك الاستمرار على هذه الحال. دعني أنفسك، بيدي سأتعرف إلى ملامح. أجبني بحق السماء دكتور، إن لم تفتح الباب فتحته بنفسي. افهم، لا يمكنك أن تحتجز نفسك في الغرفة، سوف تموت. هذا ما أريده، الموت. سيد رودولفو، كيف أتيت؟ في التاكسي. لما لم تعلمنا بمجيئك؟ لا يهم لينو، السيد خوسيه أرماندو وصل باكرا في الأمس. تعلم سبب مجيئه؟ لا سيدي. ربما سنعود معا إلى كازا جراندي. ستعود إلى هناك؟ نعم لينو، سأغير ملابسي وانطلق. اترك حقائبي هنا،
سأطلب من ألتا غراسيا أن تأخذها. نعم سيدي. صباح الخير دون رودولفو، يسرني أنك عدت. هل أحضر لك الطعام؟ تناولت الطعام في الطائرة. هل نهض خوسيه أرماندو؟ لا أظن ذلك، إن غرفته مقفلة. لم أزعجه لأنه سهر ليلة أمس ثم بقي يدرس حتى ساعة متأخرة. سأوقظه الآن، يجب أن أكلمه. خوسيه أرماندو، ألتا غراسيا. نعم سيدي. خوسيه أرماندو ليس هنا. إذن لابد أنه خرج باكرا. كيف خرج إن كانت سيارته هنا؟ لست أدري، فربما استقل سيارتك الأخرى. ممكن، لكن أين ذهب في الصباح الباكر؟ كانت الجراحة مثيرة للاهتمام وناجحة أيضا. يعتمد الشفاء على المريض الآن. أظن أن عملية إزميرالدا لن تكون بهذا التعقيد. لا أبدا، بكل تأكيد لا، عملية إزميرالدا أكثر بساطة حقا. نعم، لا أفهم لما لم تخضع للجراحة. من الظلم أن عينين بهذا الجمال لا تبصران النور. الطبيب الذي خدعها طيلة هذه السنين لابد أنه مجنون. تماما، إنه رجل ساخط مريض. دكتور مالافير تبدو مريضا. إنها في منزل عائلة بنيريال. إذا هذا يعني أن أشعر أنني لقد انتهت. انتهت. إزميرالدا تزوجت بذلك الحقير. لا تسيء فهمي سيدتي، لكن الآن وقد أصبحت دومينغا تنطق. يمكننا أن نعود إلى منزلنا. سببنا لكم ما يكفي من الإزعاج. لا تقولي هذا صغيرتي. وما سأنا نقول لخوسيه أرماندو؟ تركك برعايتنا. لكن نعم أعرف، اشتقت إلى منزلك وأصدقائك. ما رأيك أن تكلميني عن الدكتور مالافير؟ سبق وقلت إنه رجل مميز. نعم سيدة بلانكا، لا يحب أن يرى أو يكلم أحدا. أحيانا أراه متزعزعا رغم أنه حد الذكاء. مسكين لوسيو، يحبني كثيرا، عاملني معاملة الآباء لأولادهم. الألم أحيانا يبلغ الجنون. اجعلك رهينة العذاب وكأنك مسكونة بوجع يمزق روحك، يحطمك، يدمرك. يدفع بك، يدفع بك إلى وادي اليأس فترتمين بين أحضان الموت الطويل. لكن لسوء الحظ الموت لا يأتي إلا بعد أن أجعلك فريسة لأبشع ألوان العذاب. حاولت أن أجنبك هذا الألم دكتور، وذلك مذ عرفت أنك تحب إزميرالدا، فهي تحبك كوالدها، وكان طبيعيا أن يأتي يوم وتحب شابا في سنها. لماذا لا تصغي إلي؟ أنت مهووس جدا بها، تحيا فقط من أجل إزميرالدا. ماذا ستفعل الآن بحياتك؟ حياتي؟ أي حياة؟ ما معنى حياتي من دونها؟ دكتور،
أنت رجل مسكين. لا لا تصفقي. هذا ما أنا أريده. في داخلي إنسان. إنسان له قلب وأحاسيس ومشاعر. كل ما بي هوى جامع أكنه لإسبرالتها. كل ما بي إخوانا. الآن تحول. في الماضي. في الماضي. ساندني الأمل والحب. والآن يلتهمني الحقد. والرغبة في الانتقام. ولا مفر. أنا أحدهم أن يدفع ثمن عذابي وقبل أن تنتهي حياتي. إننا ذاهبتان إلى البلدة. تودان مرافقتنا؟ لا شكرا أنا. ولا تنسي أرجوك ابتاعي بعض الشموع. هل تحتاجين إلى شيء إسميرالدا؟ لا لا شكرا جزيلا. طيب سننصرف. سأمر أيضا بالكنيسة لكي أحيي الأب جابرييل. ممتاز توخي الحذر. سيقلنا ديونيزيو. لن أتأخر. نعم دومينغا ننتظركما. إسميرالدا بدأ الحر يشتد هيا ندخل. ما بك؟ أراك متوترة. لا شيء لكن القلق ينتابني منذ الصباح. لماذا؟ لا أدري أشعر في صدري بالضيق والحزن. مؤكد بسبب ما أصابك في الأمس. تعالي هيا بنا. لابد أنه السبب. إلى ما تنظرين ماما؟ تنتظرين أحدا؟ نعم نعم.